السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناة الحمام المصري والإبداع فيها. النهاردة من المنصورة، من جزيرة الورد، من غية الباشا. هنتفرج على غية جميلة جدا. هنتفرج على غية النهاردة. يا ريت حلقة النهاردة تعجبكم، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا احنا اللي بنعملها على طول دورانات وتقفل تاني، تفتح باب سحري وتقفل، تفتح باب سحري وتقفل. طبعا كل دي مش هتشوفه غير عند اللوكس. ليه؟ لان اللوكس مش واحد بس، اللوكس موجود لابعد حدود. يا جدعان في اجمل حته في المنصوره، مفيش حد في المنصوره ما بيعشقش الدنيا دي. جزيره الورد، منصوره دي الجامعه من ارقى. بنصح ان الشيش ده اقوى. دي مثلا الناس تقول لك ده احنا بنعمل ازاز، ده شيش. انت شايف فرد الحمل من جوه، فرد الحمل مش شايفه. اقعد في الغيه وعامل له باب من هنا، لو خرطوم بتمسك يفتح يديك على الغيه. طبعا حوض الميه شغال، ده مريح. حاطينه برده بسمته، بلكونه جميله، تقعد تبص على جزيره الورد. متع عينك، يعني لو تطلع اخر النهار في ساعه الغروب لعينك تتفرج على المنظر الجميل ده، بحر ودي. اللهم صل على النبي. شاب بيطلع هنا الغيه وعارف كل تفاصيل الغيه وعارف الحمام وعارف كل حاجه، عرفهم بنفسك يا سعاد النهارده. انا السعاد من المنصوره، غيه الباشا. الغيه دي بتاعت محمد بن المنصوره، نادي جزيره الورد، الشارع اللي قدام نادي جزيره الورد. غيه الباشا، غيه الحمام جايه معاه هوايه مثلا، ان هو هواه من صغره، او اللي هو مثلا لما شاف غيه الحمام؟ لا هوايه. هوايه من صغره. هوايه. بيحب الباشا، بيحب الحمامه اللي هي نظيفه، حمامه كويسه. بيحب يطلع ياخد مزاجه، مش اللي هو بيحب يطلع ياخد مزاجه من الحمامتين، يتفرج على الحمامتين وياخد مزاجه. القعده اللي تحت اللي احنا شايفينها ديت بقى، القعده ديت نظامها ايه؟ او دي قعده معموله اللي هو مثلا طلع بيتحط فيها كراسي ترابيزه، يطلع مثلا طلع بالليل فيها نور برضو وملفوفه نور وكلام من ده. حب يطلع بالليل بيقعد شويه في الصيف كلام من ده، بيطلع ايه حط الكرسي والترابيزه بيقعد يتفرج على الغيه من تحت. يتفرج على الغيه من تحت. والاوضه اللي هي قبالها ديت، الاوضه اللي تحت ديت دي اوضه زقاق، اوضتين فرخ فوق بعض. دي 20 22 متر. 22 متر. كام في كام بقى كده من تحت؟ دي 7.5 في 8. الجوبيا اللي احنا اتفرجنا عليها تحت دي بقى فيها كام باب، او فكرتها؟ او الجوبيا دي فيها 70 باب. فيها 70 باب. دي بتبقى مثلا بنبقى مربيين شويه شبابات في الرف اللي هو اللي تحت خالص. بنشببهم تحت، بيبقى زغلول، بنشببه ونطلعه اللفت فوق. طلعوا اللفت اللي هو فوق، بنطلع اللفت بنديله باب. تديله باب يعني تحت بيبقى يعني زي مصطبه تحت، زي نظام مصطبه. بنشببه تحت ونطلعه فوق. ايه لما يخلص سمه والعدله، نقوم مطلعينه فوق مثبتينه في اللفت. اللهم صل على النبي. اللفت تحت ده في 70 باب. انتوا بتهتموا هنا بنش الحمام ولا بفرقه؟ لا، بالنش. مهتمين بالنش. النش. النش في المطار. في المطار. بنحب النش هنا، بنحب النش. وبرضه هنتفرج على حمامتين، برضه حمامتين متواضعين، حمامتين على قدنا بس هيكيفوا الناس وهيكيفوا. الله يبارك. حمامتين كويسين. طيب صباح واحلى. كل راجل جدع، وكل راجل جدع بنقولها في كل فيديو، ما حلوه في حقنا الله يبارك لك يا سيدي. يحيى مش عشان هو قاعد. الله يبارك لك يا سيدي. احلى حد يقدم محتوى عن الحمام وتعرف تاخد منه المعلومه الله يبارك لك يا سيدي. ربنا يبارك لك. ده اخويا مش الشرط اللي هو جاي. الله يبارك لك يا سيدي. يصور وياخد اللقطه ويتقال عليه احسن. لا 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 انت حبيبي يا سامح، والله اللي بينا وبين بعض مش قليل والله، وربنا يعلم المعز. الناس كلها برضه في قبل حاجه، الناس كلها برضه خير وبركه، وكل واحد بيشتغل الشغلانه دي وبيقد تطور فيها وبيخلي الناس تسقف له.
احنا بنقول له استمر والله يبارك لك. الله يبارك لك. تعالى اما نتفرج على الغيان النهارده وتعرفنا تفاصيلها حته حته. تفاصيل دروه دي لها مسميات كتير، في ناس تقول دروه، في ناس تقول كابينه، في ناس تقول غرفه، ده احنا مصممينها ببلكونتين، واحده شرق وواحده غرب. واحده شرق ايه؟ باب طبعا الناس بتستصعب الشغل بس الشغل سهل والله. الغيان مفيش فيها باب جرب ليه؟ في ناس تقول لك لا بيعملوا ينفصلوا جرب بس انا برشح دي. حته ليزر برضه بتقوم حاططها حاجه خفيفه. دي بلكونه وطبعا هنفضل نقول ان الغزول الحديد دي المنصوره هي اللي اخترعتها. دي بلكونه دي قاعده برضو لو حبيت تقعد ساعه المغارب تنش. احنا يا جدعان في اجمل حته في المنصوره، مفيش حد في المنصوره ما بيعشقش الدنيا دي. جزيره الورد منصوره دي الجامعه من ارقى حته. الغيه دي 20 متر ارتفاع وبالصندوق 22، لو هي خشب بس لحد القرصة ما احنا واقفين 20. كان في كام صندوقها؟ 7.5 في 8.5 من فوق، 7.5 في 8.5 تحت، 6.5 في 7.5. يا باشا تعالى كده الشباك بتفتحه برضو، الشباك برضو هنا تفتح. وبرضو هنفضل نقول يا مدى حياتنا مهما نتصرف لازم التأمين. الكهرباء يا جدعان سبب الدنيا اللي هي تحرق او حاجه تحصل دي بسبب الكهرباء. ما تطبخش طبخه ب 100 جنيه وعشان بربع جنيه ملح. الضاره احنا اللي بنعملها على طول دورانات، في ناس احنا عاملها مفتوحه. انت شغلك كله مفتوح يا يحيى، تفتح باب سحري وتقفل، تفتح باب سحري وتقفل. طبعا كل دي مش هتشوفه غير عند اللوكس. ليه؟ لان اللوكس مش واحد بس، اللوكس موجود لابعد حدود. فطبعا دي طاقه الرصاص، كل ما هو في المنصوره عارف في ناس بتعمله بتاع ده بكر النضاره دي، هنفضل نقول احنا اللي اخترعناه. ده عامه حاجه مش في المجال، دي بتاع انموتال بنجيبه نفتحه ونعمله. احنا بنقول يا جدعان ان بصوا هو ربنا حاطط كل واحد يا جدعان في المكان. ما تقولش دي شغل احسن من ضماد احسن من مصر، كل واحد ربنا حاطه يا جدعان في المكان اللي هو عايزه. انت بقيت سامح عشان ربنا عايزك تبقى سامح، انت بقيت يحيى عشان ربنا عايزك تبقى يحيى، وانت اجتهد ومالكش دعوه بحد. احنا الحمد لله دي انا طول عمري بنصح ان الشيش ده اقوى. دي مثلا ناس تقول لك ده احنا بنعمله اساس دي شيش، انت شايف فرد الحم من جوه، فرد الحم مش شايفه. دي برضه حول في الغيه وعاملين له باب من هنا، لو خرطوم بتمسك يفتح يديك على الغيه. طبعا حوض الميه شغال على طول الحوض والميه. دي باب برضه جراب، الشنكل بتاعه برضه باب ريح، حاطينه برضه رسمته. بلكونه جميله تقعد تبص على جزيره الورد متع عينك. يعني لو تطلع اخر النهار في ساعه الغروب لو عايز تغسل عين على المنظر الجمالي ده، بحر ودنيا وهواء. طبعا احنا في الصندوق من فوق دي يعني هنفرقه على وش جميل وخفيف وفي لمسه كويسه، يعني حاجه كده زي ما بيقولوا في سوق العصر الزمن الطيب راجع تاني يا منصور. سامح برضه صاحب الفكره وسامح صاحب كل حاجه برضه هنا في الغيه، فكرته وكل حاجه تصميمه، وما شاء الله تسلم ايده بجد والله. تسلم ايده على شويه الشغل دي عشان تطلع للغيه. في ناس بتحط كرسي، ده احنا عاملينه دي مزبل عشان لما تيجي تنظف يطلع يفتح، تنظف تقفل، وانت كده كده بتطلع من الغلعيه. لو عايز تطلع للغيه درجه 2 3 4 تعمله. بس المدرج ده عايزين نقول حاجه، اي حد بيمسك حمام ونسله في الارضيه عشان اللي راحه واللي جايه تحبس ما ننصحش ان هو يعمله، ان فرد الحمام يطلع ممشط درجه 2 3 يلاقي نفسه في الشارع. دي للناس اللي هي بتحب الحمام اللي فاتحه واحده، افتح يلا 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 مش يا ريش ان شاء الله تعيش فوق دماغنا. دي للناس اللي هي عايزه تخلي فرد الحمام يتفتح عليه، ما فيش ثانيه ما فيش ثالثه، هي فاتحه واحده وباط واحد. احلى حمامتين ده كشخه الاحمر. لا الوزار الغية انا ما فيهاش على بازار. ده خشخال احمر تاني اهو. طلع الخشخلة انا بعشق حاجة اسمها خشخلي. خشخال اصفر تاني اهو. مزرزر اهو. بوازة. عقب. ده عقب احمر. بيتقال عليه مرقع بس احنا في المنصورة بنسمعها. بيتقال عليه مرقع وكل بلد لا يعني كل بلد لها اسم. ده كرك. ده مسود.
طيارته كام حمام؟ يعني الاولى بتاعتنا 80 او 90 حمام. الاولى بتاعتنا هنا في قاطع طرطور برضو. بس في حاجه عايزين نعرفها للناس في الفيديو، ان الغيه دي ما كملتش 3 شهور. الغيه دي ما كملتش حاجه، ففاتحه ناس تقول لك ازاي غازه دي فيها 80 واحده. هنا في وسط الكاروته برضو هي دي لسه ما بقالهاش 3 4 شهور. وانت لو تلاحظ يا يحيى في الفيديو كل القواطع قبل كاش، نقول يا جدعان القطوع دي كونتر كبس حاجه محمله، لازم القطوع يكون قبل كاش، لان الحمام بيحصل عمليه اسمها عمليه التجوز، والحمام يشخ ويطرى على كشك ابيض. ده حلس حلس اشربوندو. ده خشخال ازرق. دي خشخال ازرق او دي؟ ده خشخال ازرق. نصحى في المطار حامتين جامدين. انا بشد الخشب من هنا. دول شويه شباب يوم كامل ما اشتغلش. مش شبابات لسه ولاد السنه. انا خدت خشب بلبن ما كنتش بسح كورك. هو جاهز الوصله، ام جاهز الوصله ومطلعها وضايقها، رايح جاب طلبات الوصله اللي بعديها. فين اخش خل ازرق برضه. فابلة اسود. حامتين دول كلهم اخوات. بنفسجي. فين ابلة اسود تاني اهو. طرطور. في كورك برضه. تنسى يجري. هنا في الشبندق. هنا بلا احمر. مسود برضه هنا. هنا الباشا بيعشق حاجه اسمها مسود. مسود ابلة اسود اشربوندو. في برضه هنا طرطور. في اخبار. في هنا برضه فين اخبار اهو. تعالى برضه تعالى. ده قطع ابيض. ده قطع ابيض. ده طرطور برنجاني. ده نوع اسعي. ده طرطور. طرطور برنجاني. وفي ناس تقول عليه دباني. في ناس بتقول دباني، في ناس بتقول برنجاني. يعني فاهمني؟ نقشته حسب برضو البلد، يعني حسب البلد اللي هو فيها. اللهم صل على النبي. ده برنجاني. في هنا برضو ده كورك برضه. ده كورك. في هنا برضه قطع ابيض. الحمد لله يحيى بيخدم في الناس. انت لو صغرت ده كورك تاني. ده اخو اللي احنا لسه موريينكم. ده اخو. الحامتين دول كلهم اخوات باب واحد. في هنا برضو طرطور اهو. اربع اخوات. ده طرطور برضو اهو. ده على ايه بقى يا سعيد؟ ده بيقولوا عليه جلد النمر، بيقولوا عليه كشميري. جرد النمر يعني حسب برضه. ده كشميري اهو. فوق برضه عندك هنا اهو. ده برضه طرطور. برضه الحمد كله
اخوات على فكره. ده خد طرطور اللي احنا مصورين، لسه مصورينه برضه. سعيد ده اخوه. ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، هذا أربعة. انا لسه برضه مزرزر اهو. سو دبلع جميع انواع الحمام، القاهره كلها على دماغنا واسكندريه، وكل واحد بينش، بس المنصات العمراء معروفه انها بتحب الوزار، وام جنيه بتاكل، وام ميه بتاكل، رب ام ميه احسن. في ناس تقول لك انا ما بربيش حمام، بدل ما تربي 50 واحده رب 15 واحده. كلنا بنقول يا جدعان ربوا حمام، ما تربوش خشب. في ناس بتعمل غيه بمليون، ب 300، ب 400 الف، وتلاقيه نش شويه موتوسيكلات. انت بتضحك على نفسك. الصوره متعلقه، حمتنا هما شغالين مع نفسهم، مالناش دعوه بهم، لسه ما سخنوش، هيمشوا لسه طالعين مع نفسهم هما. اتفتحلك معاه قيمه انك تضم 100 واحده عشان يتقال عليك فوقك كام واحده، ويا ريش ان شاء الله تعيش. عمرك ما تبقى غاوي. كل فرد حامي يتفرح له في ميعاد. لا لا الحامتين شغالين برضه هم. ماشيين في العالم، ماشيين رايحين في العالم. لا لسه احنا شوف، بس مش هنبقى منهم وخلاص. نفسك انك تطلع تاكل. الواحد عينه تعبت، الواحد قاعد بيشوف حام في غيات، حام لسه ما طلعلوش نوع. هو ما بيديش الحام ده معاد على فكره. الحام ده ما بياخدش معاد، الحام ده احنا بنطلع في اي وقت، صبح، ظهر، عصر، بالليل بنطلع نفتح، ما بنديش معاد لفرد حماه. زي ما انت شايف الحامتين هم. احنا اهو القلبه اللي هما بيقولوا هما بيسموا يحيى بلد اسمها جنبنا اسمها طلخه. ازاي طلخه؟ تعالى برضه فينا بتخشها. تعالى برضه للميه. الميه ايه؟ اهم هنا في ناس بحمامه بيعدي الميه ما بيعرفش يرجع. الحمد لله يعني احنا حمامتنا ماشيين اهم. السفير ما عادش ليها لازمه. دي جنة لنا، دي جزيرة الورد. الحامتين هم كله.
في الحلقه يا جماعه. بشكر كل الاخوات اللي اتفرجوا علينا النهارده. محمد من دمياط جاي معانا المنصوره. صباح الناس يا حمام. صباح يا جدعان والله. بنصبح على كل راجل جدع. احلى حمام في الدنيا معايا النهارده محمد جاي من دمياط المنصوره من جزيره الورد. بنصور غيه ما شاء الله فوق الخيال. اتفرجوا عليها ولايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا.